مرحبا اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من صوم تصحو 12 رمضان مع الدكتوره كريمه عبدو اخصائيه وخبيره تغذيه علاجيه واستشاريه سلامه وصحه مهنيه وايضا استشاريه ارشاد اسري اهلا وسهلا فيك يا دكتوره اهلا يا دكتور ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله صاحبي امبارح اتصل فيا بقول لي كان معزوم عند اصحابهم وطبعا ما عزومه فلازم يستغل الموضوع اكل 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 ما وقفش وبالليل بالمستشفى موقعه وغسيل معده والحاجات اللي انت عارفاها التلبكات والمشاكل الهضميه في رمضان بتصير كتير يا دكتوره ايه رايك في الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم زيكم يا جماعه ما احنا لو بنذاكر وبنكتب الكلام اللي بنقوله مش هيحصل لنا الحاجات دي ابدا. أي. احنا احنا من الحلقه الاولى نبهنا يا جماعه المستشفيات دلوقتي ما هيش فاضيه للتلبك المعوي ولا كل الكلام ده. حتى لو هو هتلاقي حد فاضي دخولها خطر. فانا ليه احط نفسي في الموقف ده؟ ليه احط نفسي باني اروح المستشفى؟ من المشاكل الكبيره اللي بتحصل لنا في رمضان هي المشاكل اللي بتصيب الجهاز الهضمي في عندي ثلاث مشاكل كبيره جدا دي يمكن مش ما فيش واحد من الصايمين الا ما هيتعرض ليها الا ما رحم ربي وحد بقى يعني هو مذاكر وبيذاكر كويس قوي وبيطبق هو ده اللي مش هيعدي بالحاجات دي ان شاء الله ايه هي المشاكل دي عندي عسر الهضم حرقة المعدة الإمساك ثلاث مشاكل كبيرة وخطيرة ومقلقة جدا جدا وممكن تودي واحد فينا للمستشفى اللي هو بسبب إيه؟ بسبب الأسلوب الزميل أو صاحب حضرتك اللي, اللي عمله رحنا عزومة نسينا فيها الدنيا وما فيها واتحطت قدامنا واحنا طبعا في العزومات يعني احنا كرمة قوي قوي وبنبقى عايزين نجيب كل ما لذ وطاب وكان الواحد ما بياكلش في بيتهم. يعني يا جماعه والله احنا احنا مش جايين للاكل، احنا جايين اه نجتمع مع بعض، جايين للموده، جايين للمحبه، اه قعده ود وقعده صفا كده جميله. بنحيي فيها الروح الدينيه بنحيي فيها روحانياتنا مش ان احنا ناخد ونحط نحط نحط في المعده لغايه المعده ما تقول جاي يعني هتعمل ايه غلبانه هتعمل ايه هي تحط فيها اللي خلاص زي ما قلنا امبارح اتكلمنا أه، عن هرمون الشبع وهرمون الجوع طبعا كده لا في هرمون شبع هيطلع خلاص احنا دخلنا لها يعني مش عارفه اقول لكم ايه الحقيقه كبسناها يعني هيخرج هرمون شبع منين؟ إيه؟ هتفضل تاكل 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 من غير ما تحس لان فعلا لو احنا بقى طبقنا الكلام اللي قلناه امبارح في الحالات اللي زي كده هرمون الشبع ما بيخرجش ما بيوصلش للمخ لان الانسولين بيعلى فمجرد الانسولين معلي احنا دلوقتي بقينا ناس بقى كلنا دكاتره وكلنا فاهمين تغذيه وكلنا بنتكلم بقى على اسس علميه بمنطق افهم جسمك. ايه سبب عسر الهضم اللي حصل له ده؟ حصل له نتيجه ايه؟ نتيجه عده اسباب، اولا بتناول الطعام بشكل سريع انا عايز ايه آه اخد كل الاصناف اللي موجوده على السفره قدامي وفي نفس الوقت يعني انا مش هقعد بدل الساعة اكل هيقولوا ايه الراجل ده يعني إيه ما بياكلش فانا عايز اخلص بسرعه آه اكلنا بشكل سريع ما فرصه طبعا لهرمون اللبتين اللي هو يخرج طالما ده الكلام ادينا بنطبق اهو على الكلام اللي احنا قلناه امبارح آه بنتناول كميه كبيره من الطعام الحمض المعده اللي موجود بيستنفذ فبيحصل تراكم للاطعمه وتخمر في المعده فطبعا مش بيحصل ولا بتتم عمليه الهضم بشكل مظبوط طبعا في العزومه الملذ وطبقه الاطعمه الدسمه البشاميل المقليات المحمرات بكل الاشكال وانا لازم طبعا والله لو اكلت دي انت بخيل انت لازم تاكل دي طب دي ده انت مش هتلاقي طبعا يا جماعه والله هي بتبقى عزومه على على المرض يعني مش عزومه على الاكل احنا في غنى عن كل اللي بيحصل ده يعني انا في غنى ان انا اتعزم عزومه واقعد اكل فيها وبعد كده اروح المستشفى في غنى عن كده لان ممكن اطلع من المستشفى بكورونا كمان معايا واخدها كده في ايدي على الماشي وانا طالع كده الحاجات دي كلها مضره عندي الاسباب اللي بيؤدي العسر الهضم كمان تناول الاطعمه الحاره ما أنا بقى يعني الحاجات دي بتبقى فيها مسبكات وحاجات حاره وحاجات سبايسي ومليانه بهارات ومليانه كل الحاجات بقى دي اللي بتدي مكسبات طعم للاكل فكل الاشكال دي بتؤدي في النهايه ان انا يحصل لي عسر هضم يتحمر الاكل في معدتي ما ما يعرفش يتحرك منها فطبعا بيحصل لي كل المغص والالم والمشاكل وان ما عرفتش يحصل لي ترجيع او كمل الاكل يعمل لي يدخلني في مشاكل اكبر من كده. طب ازاي اتخلص من الكلام ده؟ زي ما قلنا انا باكل زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت باكل كميه بسيطه ببدا الاكل بتاعي بكسر صيامي بتمره او بشويه ميه بعد كده باخد الشوربه الدافيه وبالراحة ونقوم نصلي المغرب أدي فرصة أقول للمعدة في أكل جاي لك تبدأ هي تستعد وتفرز العصارات بتاعتها لكن أخضها وأحط لها كله 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 مرة واحدة ما بتلحقش ما بتلحقش العصارات تطلع وفي نفس الوقت تطلع على إيه ولا إيه ولا إيه كل حاجة عايزة ترتيب لو احنا بناكل فعلا بفهم وبعقل صدقوني والله لا حد هيعيا وهتقوم زي الفل يعني زي ما قلنا ناخد ناكل بالراحة بتأني بعد ما نرجع بقى من الصلاة نقعد من الدنيا مش هتطير معانا لغاية صلاة العشاء نقعد ناكل بالراحة وبهدوء أدي فرصة لهرمون الشبع ان هو يخرج وأدي فرصة ان مخي يستوعب ان انا كده خلصت اكل وقلنا وبعد تلت ساعة خلاص لكن لو انا فضلت اديها جامد كده بالمنظر ده يعني مش هيستوعب ما حاجه في جسمك هتستوعب حاجه لا المعده تستوعب ولا عقلك هيستوعب. اتناول الاطعمه اللي هي ما تبقاش دسمه وتبقى هاديه وتبقى فيها حتى لو فيها دهون تبقى دهون صحيه، ابعد ابعد تماما عن الدهون الضاره، حاول في رمضان انت صايم وطول النهار ما بتاكلش، حاول تبعد عن المقليات وعن المسبكات والحاجات التقيله دي، خلي اكلك خفيف، امضغ اه طعامك كويس قوي واديله حقه عشان تقدر النشويات احنا عارفين اول هضمها بيبدا في الفم، فدي فرصه للمشا... للنشويات والكربوهيدرات اللي انت واكلها ان هي تتهضم. بالراحه وما تقلقش، محدش هيشيل السفره ويقوم. ده اول مشكله احنا بنتعرض ليها، كمان المبالغه في شرب كميه كبيره من السوائل اثناء وبعد الاكل، طول ما انت بتاكل على السفرة بقى محطوط قمر الدين ومحطوط الخروب ومحطوط التمر هندي ومحطوط بقى كمان المياه الغازية والله كوباية من ده وحياتي عندك كوباية من ده بتفضل تشرب فبتعمل تخفيف للعصارة فبالتالي ما بتعرفش العصارة ان هي تهضم الاكل اللي دخلها او تتعامل معاه فبيحصل لك التلبك المعنى ده اول حاجة اللي هو عصر الهضم تاني مشكلة ممكن تتعرض لها لو الموضوع كان خفيف شوية وما وصلناش بقى لعسر الهضم والكلام ده بعد ما تاكل بعديها بشوية هتبص تلاقي حرقان جامد جدا حصل في معدتك وعمال بتدور على الأقراص بتاع مضادة للحموضة ودي بتدخلك في مشاكل أكبر لأنها بتأثر على حمض المعدة الحرقان ده جه منين؟ جه جا نتيجة طبعا الأكلات اللي احنا كناها في فترة صيام طويل المعدة واقفة ما ما بتفرز عصارة ولا حاجة حتى العصارة اللي بتفرز ما أكل بيخش لها عشان تستهلكه فممكن تتكون العصارة وتتجمع في المعدة لما أجي أدخل الأكل مرة واحدة بطريقة عشوائية بيحصل لي بقى إن الحمض بيعلى وبيخرج للمريء فبحس بالحرقان اللي هو ممكن عليه. آه يعني يا جماعه احنا بنقول صوموا تصحه مش صومه وتمرضه يعني صحتنا اهم من اي اكله بنيجي بقى للمشكله الثالثه اللي ممكن نتعرض لها وهي الامساك نتيجه ايه الامساك اللي بيحصل نتيجه طبعا برضو الاكل اللي احنا اكلناه ان انا ببقى مهتمه اكل البروتينات اكل الحاجات المقليات ما بهتمش بطبق السلطه فاكرين الحلقه الاولانيه لما قلت لكم طبق السلطه ده مش ترفيهي؟ ده طبق السلطه ده مهم فطبق السلطه آه لما اكل خضار كتير ده هيساعد على ان ما يحصلش عندي امساك. آه لما اكل آه وانا يعني الفاكهه لما اجي اكلها اكلها كثمره فاكهه ما اخدهاش عصاير ده هيقلل لي الامساك. اشرب كميه كبيره من السوايل على فترات متقطعه ما بين الفطار وما بين السحور مش على الاكل او بعد الاكل مباشره إيه لو احنا اهتمينا بكل الحاجات دي ممكن ان احنا نتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي وتصوموا وتصحوا وارجو لكم الفائده وارجو لكم صيام مقبول ان شاء الله واشوفكم بكره في حلقه جديده على خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام آه. شكرا دكتوره وحنقل حنقل كل هاي التعليمات لصديقي ان شاء الله ما يصير معي اي مشكله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكفينا كلنا شر المشاكل يا رب يعني. ان شاء الله نشوفك بكره يا دكتوره ونشوفكم جميعا بكره تصبحون علي خير السلام عليكم وعليكم السلام